وظفك؟ ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالة صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف. صاحبته توسط فيي قعدت حد وشرحت له بدل الشهادة في مية متعلم ما في متلو. طيب وظفه؟ انسى ما وظفني. عبيتي بدي ارجع وارخيها بهالصالون، جاري لعندي يطلع وندور التلفزيون. خيي لابتوبه منزوع ومني فاضي فرمتلو، ولو بدي موت من الجوع رح احضر ما في متلو. وظفك؟ والله يا ريت. ما وظفني. سوري ماتر بليز. بعزبك الحساب عمون معروف. ماتر معلش جيب لي الحساب الي بليز. نو 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 بليز سوري ماتر. دموزيل معلش اسمحي لي بليز ما تخجلني. يا عيب الشوم عمون معروف. لا عن جد ما رح اقبل. لا لا ولو ولو بليز. شو اخذي عيب الشوم؟ لا بليز. لا عن جد عيب. لا بليز انا علي حب بس انه يعني مش محزي مش محزي صدقيني مش محزي عن جد. دايما بتجي لهون؟ ايه دايما بس ميرسي ثانك يو كلك ذوق يا عيب الشو. خجلتني. صاروا رورو شو حبيبتي؟ يلا يا شينا؟ ايه ايه يلا شي كثير طيب. ايه ايه كثير طيب تنعاد بقوة. عملت فاتورة؟ ايه طلبتها بس المسيو ما كان يقبل الا هو بده يدفعها. عن جد؟ ايه ميرسي كثير كلك ذوق. ثانك يو عن جد شكرا. ميرسي حبيبي. يلا جو هاد. دايما تجي لهون انت؟ ايه دايما تجي لهون. ميرسي عذبتك عن جد. عم شو اخذين؟ خجلتنا. عم بقلبكم نعمت. أكلهم طيب كثير ما تقلي لا. ليك أنا دايما بيجي لهون بس لأنه قريب للبيت وبعدين بحس إنه مطرح لذيذ وهيك. طيب ليه؟ بس ما نضلنا نشوف بعض نحن مش إنه هلا تعملي إياها بالمرة إنه مع أساس بدنا نروح أنا وياك هلا نعمل شوبينج. هلا بدك تعملي شوبينج؟ إيه ما بعده بكير ولو طيب يلا بنروح يعني نمشي. طيب بس لحظة بدي أطلب تاكسي. تاكسي؟ إيه لأنه خليني أطلب تاكسي بالأول. لحظة لحظة قبل ما تطلب تاكسي. إيه شو؟ وين سيارتك؟ البورش؟ إيه بالبيت. إيه؟ حدا بجيب بورش بيتركها بالبيت وبيتنقل بتاكسي؟ مارولا انا بتعرفيني انا نيقة كثير على السيارات، ما هيدي مش شايفها ومش مصدق يعني معقول اقعد سوقها بهالبلد يعني بتعرفي انت كيف السواقات هون؟ لك طيب ما بدي انا اذا نكزت نكزه اذا انجلفت اذا انخمشت بجن بخبر. هلا انت كثير نيقة بس مش لدرجة انك تشاري بورش تتركها بقلب انا بفضل ضلني صاففها بالبيت مريح راسي كل النهار واجي بالتاكسي وروح بالتاكسي، هيك معودة. ما في هلا وخاصة هي البورش لانه حبيبها كثير. ليه ما قلت لك ان جيت بسيارتي؟ معلي معلي انا مرحبا. اهلا كيفك يا جناعي؟ حبيبي كيفك؟ ماشي نمشي كيف؟ انا عرفت انه عم تقعد هون بالقهوه. ايه انا هون دائما. دخلك جبت انت عندك سياره جبتها جديد ما هيك شفتك من يومين. ايه البورش صففها حد البيت. ايه بورش؟ ايه البورش بورش. ايه ايه شو؟ بورش ما بعرف بورش. ايه في بالكون مدام عدال هيدي بالوجه. ايه طابق الاول. ايه ايه مثل ما هو قشط على. لحظه لحظه لك شو لونه شو لونه سيارتي؟ والله بصراحه انا سيارتي لو نكحلها شو لونه اللي وقع عليها البالكون؟ والله بصراحة ما مبين شو اللون يعني عرفناها من انت سيارتك مش ثلاث ارقام؟ ثلاث ارقام هي خلص هي لانه عرفناها انجأ معلوك الرقم كمان في بلوش على الازاز وراني عم نقول لك انطحن الطحن مدام اديل نزلت مع البلكون بدنا نشوف البلوش. وظفك؟ كيفك عمي؟ اهلا اهلا كيفك؟ كيف ابوك؟ منيح الحمد لله بسلم عليك. واللي بقبقوك؟ بسلموا عليك. دعيك المختار صنقنا. ايه يا اهلا
وهيدا ابو سامي صديق عمري. شرفنا يا اهلا وسهلا فيكم. ابو سامي زهراوي وبحب المزح. لو سمحت فيك تاخذنا على مستشفى المقاصد؟ بلا قاصد. اه مقاصد وقاصد. على المقاصد تكرم. قلت لك ابو سامي بحب المزح. خد طريق لمصيدبه. وقعت على راسنا. شو هي؟ مصيدبه. تحدنيتك يا ابو سامي، شو بتحب المزح؟ وبس قطع لمصيدبه عمي، خد بشاره الخوري. الله يرحمه. يا حسين إله. هلا عم فكر روح على قصقص. نعيما. حساس قصقص. ما تمرق بمار الياس. سلام على اسمه. يا ويلي. أبو سامي ما تضقني اياهم. هيك رجعتين فول ياما. عمي برأيك أي طريق بناخذ؟ الظريف؟ ولا أهضم. حساس ظريف. ولا بناخذ ساقية الجنزير؟ جنزر. جنزر. ليك عمي اسمع مني، بهالوقت بيكون في عجقة عن نويرة. بلا معنى. تحدنيتك يا أسامة، تشيل الهم على الأرض. تأهرب من كل هالعجقة رح آخذ جسر سليم سلام. وعليكم السلام. تحدنيتك يا أسامة. عمي في عجقة بفردان؟ البوس عليك. يعني إذا فردان يلبس عليك. قلت لك زهراوي طقيل لبس. طقيل لبس. هيدي هلا بتكون عجقة المدارس. يسوي نوي بلانش. زهراوي. لك. لك مبين وقفت، شو فيها العجقة؟ يا عين طلع لنا تحويلة. تحشها. شو انت صعبة تاخذوها؟ يخرب زوق. هي اللي حبقوا وصاروها صاروها. عمي يا حبيبي انت البركة منين حضرتك؟ بلونة انفخها. وعيفها. وخلص يا ابو سامة، هي اللي حبقهم وبقيتهم وحبقهم. Where is madam? Madam is inside. هون هون يا حلاوة تاع. هاي كيفك رورو؟ منيحة ومش منيحة. شو خير ان شاء الله، شو في؟ يا حلاوة مش عم تزبط معي ابدا، ما بعرف ليش. شو هي هيدي؟ ولك شو ايام قلت لك على اساس انه رايحة بدي اتجوز انا وصاحبي بقبرص مدني. ايه وقتها على اساس عم بتزبطوا كل شيء وماشي الحال. ايه مزبوط. ما تقولي لي ما بده غير فكره او شيء. لا مش ما بده، كل شيء ظابط بيناتنا. طيب بموت فيني اصلا. شو المشكله كان؟ شو عم تبكي وعم كل الاوراق ظابطين حلاوي، ما حدا فيستو. لا ولو انا اخذت الفيزا على قبرص وهو ما كانوا يعطوا اياها. عم مشكله كبيره هي. هلا انت اخذت الفيزا على قبرص وما عم يعطوا اياها، طب شو بدك تعمل هلا بهالحاله؟ شو بدي اعمل؟ بعد رح اعطيه امل واحد بس. اذا ما عطوا الفيزا هالمره بدي اتجوز صاحبه. معه شنغان عطوا اياها على سنتين، انا مفرجي ان شاء الله ما ياخذها. بقدر روح قبرص. هذاك بدل رايح جاي. مرحبا. يعطيك العافيه. اهلا اهلا. انت صاحب مدير المحل؟ نعم. انا جاي قريت الاعلان لانه حاطين انه بدكم بارمن. بس انا شو مشكلتي؟ انه انا خلقي ضيق، ما بحب اللت والعجن. هذا الاخذ والعطي كثير ما بحبه. اوكي. فانا قريت بالمجله من الجريده، ما بعرف كانت عم بتصفحها، انه مجلة. طالبين مجله. إيه؟ طالبين انتم بارمن. انا شاغل بارمن، يعني عندي فكره عن شو البارمن يعني. إيه؟ أوكي. اشتغلت بكذا محل، بس انا شو مشكلتي؟ انا اشتغلت بكذا محل بس مش هن اللي فللوني، انا اللي فليت لانه انا خلقي ضيق. انا عارف شو بدك تقلي بخصوص المعاش. انا شو بدون اقعد شارع انا وياك على المعاش ما له طعمه، لانه عارف انت حاط معاش هو ذاته منزل. انا قبلين فيه ما عندي مشكله، بس انا مشكلتي اني خلقي ضيق. طيب. هذا اللت والعجن كثير ما بحبه، فشو ما بدك انا جاهز. انت بدك تبلش الشغل اليوم هلا 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 بشلع بالبوس هلا، ما عندي مشكل. طيب. بس انه ما كثير اخذوا العطل لانه كثير خلي ايدي انا، فما في مشكل. كله بفهمهم، كله بعرفهم، حتى الكابوتشينو هول القهوه كل شيء هول كلهم بعملهم. اهلا وسهلا. خلطه الدرينكات كلهم بعملهم انا، كلهم بحفظهم يا خيي. بس انا مشكلتي لانه خلي ايدي ما كثير بحب اللت والعجن، يعني اطلب مني طلب واحد بس هيك على السريع دغري بفهم. بقول اللبيب من اشاره يفهم. صح. ما انا هاي مشكلتي. اوكي. اهلا وسهلا. انا بفهم دغري على الطاير. الناس ما بفكر انه شو انه انا انه خلي ايدي. شو بدي اعمل؟ شو الاسم الكريم؟ نعم الاسم الكريم. بلشنا باسم الكريم. هلا بلشنا باسم الكريم. وين كنت تشتغل؟ وقديش كنت تقبض؟ لحظة شوني هول ما بحبون انا يعني هيك مبلشين؟ لا كثير خلي دي انا ما بتحمل. لا بلا خلص روحوا لي اخوات. وظفك
الو الو ايه حياتي لك شو في الفستان الاحمر هيدا اللي حكيتك عنه تبع العرس تبع هبه ايه بشرفك بشرفك حقه $1,500 بس ايه رح جيبه ايه شو بجيبه اوكي اوكي ولك شو وفي في سكربينه هلا انا وقاطعه كثير 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 حلوه بعرف هلا انه تبع 1500 بس انه سكربينه $700 بس كثير قويه وكثير بتلبق للفستان ونو بليز 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 نو فيني جيبه ايه اوكي حياتي 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 طب لك لك مازال هلا هيك انه انت هيك لذيذ اليوم وهيك بعد شغلي وحده بس في ساك هيدا هيك اللي عليه لولو اللي شفته انا من شي شهرين وقلت لي وقتها انه غالي شوي هلا عليه ديسكاونت هلا مش كثير يعني بس انه حقه 1200 بجيبه اوكي حبيبي حياتي ثانكس 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 لاف يو لاف يو لاف يو لاف يو لاف يو حياتي حياتي يلا باي باي الو شو هيدا عالدول؟ عم برد شو صار علينا قاعدين هون؟ منيح هلا عباس دقت مرتك مرتي؟ شو بدها ليه؟ عم تطمن شوف انه قلت لها ما تعتلها هم يا حومة قالت لك شيء؟ سأل عنك ما قايل لها انا معادل ليه هيدي بدها تسأل كثير؟ يا حية خير اللهم اجعله خير الو ايه حياتي حياتي عن جد ميرسي ميرسي بكو 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 بس بعد في شغله وحده بس لا السكل هلا قلت لك عنه لولو في حلق لولو كثير قوي كثير قوي يعني اذا بيزبطوا مع الفستان ومع مع السكربيني بيطلع بيقتلوا بس انه الحلق لولو حقه $500 اوكي بجيبون لحظه 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 شو حلق لولو مولو ها هلا قلت لك الفستان الاحمر والسكربينه وقلت لي جيبيهم قلت لك هلا في الساك كمان خليك اللي في لولو ايه انا قلت لك ما قلت لك انا قلت لك جيبيهم ها حياتي هلا لحظه لحظه لك هلا هلا برجع بحكيك هلا برجع بحكيك خلص قلت لي جيبيهم طيب شو خليكي بارضك خليكي بارضك انا برجع بحكيك خليني امشي انا انت اخرت وين بدك تمشي ايه شو طلبت مني مرتك إيه؟ شو طلبت عادل مرتي منك شو قالت لك شو سالتك ما سالتنا هي عم تسالك لك ايه ايه سالتني إيه؟ شيء وانت شو جاوبتها اوكي وعلى كلمه اوكي إيه؟ وهي عم تسرد بهالاغراض وانت شو عم تقول لها يا عادل اوكي الله لا يوفقك الله لا يوفقك حطيت $2,800 الله لا يوفقك ليش ما عامل فيك ليش ما عامل فيك شو عامل فيك لميتك يخرب بيتك ايه ناترا ناتالي بعد ما اجت حيصير لي شي نص ساعه اه يلا بعدين بحكيكي يلا باي باي هاي حياتي سافا شو بكي حدا شايفني اقول لك انا وفايته شو اذا حدا شايفك شو بكي انت افترضنا مثلا شفتيني انا وفايته على الكافيه بتعرفي انه هاي انا باللونات ناتالي ماستر انجو تركيني رح موت رح موت قد ماني خايفه في شوفي مذكرة اللي كنت أظهر معه ايه طلع بلا أخلاق وحيوان وما بيسوى فرانك شوفي بتعرفي شو عمل فيه شو ما هو مسافر منه عايش هون ايه بعرف مرة أنا عم بحكي أنا وياه على السكايب وبتعرفي إنه مشتاقين لبعض وصرنا نعمل قصص على السكايب و شو قصص شو؟ إنه ايه خلص كمان ما ترجعي تذكريني أنت كمان يا أختي ما أنت عم تخبريني ايه شو صار؟ ايه بقى تخنقت انا وياه وبعث لي مسج قال لي فيها انه انا بفرجيك سجلت كل الفيديو اللي انت مصورتيه خايفه يسربه على يوتيوب او يصير شيء رح جن انت كنت شايلها يعني وكل شيء لك اكيد انجولا كان لابسه وعم بعمل حركات شو بك انت كمان طب شو من شو خايفانه انت خايفانه يكون حطه على يوتيوب لانه هددني فيه صفاء انت كمان لك شو صفاء حياتي هلا انت منك فنانه معروفه او شيء ممثله انه ما حدا بيعرفك في بعدين مليون فيديو على الانترنت عن جد شو حيعرف انه هيدي انت بالتحديد حبيبتي لا حياتي خلص ايه ما حدا حيعرف عجيب شو ايه مش هدفك ما تعتليها ما تعتليها بلا هي 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 بقول لك هي من هون عم لك هي شوفي شوفي مش ناتالي؟ ايه ناتالي شو هالفيلم هيدا امبارح؟ شو هيدا؟ هاي هاي يا فيلم سيلفي 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 لا لا بليز شو هالفيلم سيلفي بليز مش شو؟ ايه شو عم تعملوا؟ شو هالفيلم عملي لي هاللقطة اللي عم تقرا لك خلص ما قلت لي قوية كثير شو قوية صاحبتي؟ لك هلكتنا هلك هلكتنا هلك سلتني بالله كيف هلكتها هيدا الاخرانة؟ كيف؟
تفسخ فسخ. في أي فسخ؟ إيه هي تلعب جمباز. بعدين صار تعمل. لا أنا ما بعمل هيك أساس. لا 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 هي روح لعندها. لا أنا لا. وظفك. شو كبير؟ هيك لحظة. لا بدك قهوة. عجب بدك قهوة. قهوة؟ هيك أحسن. شب بعد. شو بدو يصير؟ لا مش مزبوط هذا الشيء. مش عم بفوت. بعد بفوت. لا لحظة لحظة. طب ليش لبع شو حط له نقطة صابون؟ صابونة. ما بيزبط مع الصابون ما هو لأنه. طب في زيت هون إذا بدك. كبستك المجرم. لحظة تشوف هيك هيك أحسن. بلص بلص بروم شوي بروم. لك بعد ببرم. شو عم يبرم؟ هو المفروض يكون أضخم من هيك بس أضخم. واو لحظة بشفت شفت اللي طلع بالحق قلت لك بلش لو كنت أرفع شوي بس أطول. طب والجلدة؟ شو بعمل للجلدة؟ أنت ما عندك جلدة؟ شو بعمل بحظ؟ لا ما عندي جلدة. هيدي لو قصة جلدة هيك عم بقشق هيك هيك احسن. شو عم بقشق؟ شفت الترويح عم بنفس بده بينفس عم بينفس. شد بعد شد بعد هيك على الاخر. اوكي لا منيحه منيحه مش معطل مش الحال. بس انت مش مشوب ليش ما بتشلح الاوفرول؟ ايوه لا هيك بستحكم اكثر ما بعرف الا بالاوفرول معود هيك عجد؟ ايه اوفرول بس بالك احسن بلا اوفرول. انا بشيلك حبيبي. شو مش الحال هلا؟ بابا خليني جرب. يلا جرب مره تانية. او لك بصير شيء اذا حطيت اصبعي؟ شو بدي احط اصبعي؟ حط جرب. زبط طبعا. ايه مش الحال هيك. لا 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 بعد شوي. خلص يلا مش ايوه ايوه ايه هلا صار فيك تفتح المي. كبستك يا مجرم. شو صار؟ هلا مي سخنه صارت تمام. اوكي شو هي ما صارت تمام؟ بيت السخنه. اطلع من ثيابك اطلع يا مش. ما طالع من ثيابي سريع اتحبب. بالظبط سري شفتك. شو عم يعمل؟ عم نظبط المي. مين بيكون اول شيء؟ هذا كبير السجرج. فتحت على اصحاب المهن والمصالح. دوي فتحت عليهم. بليز بليز ليتك شو سيئه. سيئه ما سيئه المكتوب ينقلب العنوان. بليز مجدي خليني لك شيء. شو بدك تقلي مبينه متوضحك عن الشمس. بليز خليني برر لك. ما تبرر لك. بفقع على الازاز الصبح. ايه اوكي اجى المعلم كبير. شو عمل؟ ما هو السجرجي حتى يظبطه. ايه انا عم بعير ظبط العيار. ظبط العيار بس مركبين القصر طخين. بدك ركب لك الرفيع؟ بدك ركب لو رفيع او طويل خلص بس. منيحك مش الحال هلا خلص وبدنا نغير. عم بتركب له الشتانة. دوي انا بعرف وجدي ما بسمح لك بالحكي. انا اللي ما بسمح لك. اوكي انت بتشارع. انا بشارع. انت بتحب تجاكل. انت بتحب تحارش. انا بحب حارش. شفتك قدام عيني. شو شفت عم بعمل؟ عم بجدع طوابع. عم بتحبب. عم تتحبب. اوكي عشان بتقول له رفيع وبتقول له سجل. عم تحكي على الاسطل لانه هيدا الاسطل موصول على شو اسمه هيدا الشيء. هيدي كانت هون معلقه الدنيا كلها. اوكي عم روح. انا ظبطت العزال. فيك تعايره على التسعين. هلا بعينك. شنو بدي اعايره بالزمان؟ بتحب المي تحرق له. بتحب المي تحرق؟ بتحب يحرق شيء ثاني؟ يعني بالشب عليك شو بصيرك زفر. لحظه لحظه انت كيف عم تحمم بالعوينات؟ سوري بس انا ما بعمل شعري هو بالحبيب. انا بس بشطب جسمي وشعري بعمله عند الحلاق. والله عند الحلاق يعني ضربه براشينج. انت بتكرهني. انا بكرهك. عم جيب السجلجه بغيابك. يعني بالشب عليك. انت فاشل. فاشل فاشل بحياتك. شو بجدي في عالم. اوكي طفت زهد. بوجدي طفت زهد. جودو هل. اوكي جودو هل. حتى بخالي قدام السجرجي. ما زينك هيك. رح جيب الكهربجة. كهربجة؟ خليه شرقتنا. خليه يولعنا. يولع. خليه كهربنا. خليه شرقتنا. لا 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 خليه شرجك فرد برا بليز. اوكي انا بحب التشريج. روح بليز. خليه شرجني لك يا سنجرجنا. خلص ما بتركني انا معلم كبير. والله تعال ركب ركب الطخين اضبط. ايه فوت الطخين. انا بحب السنجرجة. في بالكون مدام عدال هيدي بالوجه. ايه طبي الاول. ايه ايه مثل ما هو قشط عليها.
شو؟ عسيارتي؟ شو لونها؟ شو لونها السيارة وقع عليها البلكون؟ شو لونها؟ شو لونها؟ أنا كحلية لون سيارتي. ما مبين شو لونها، عرفنا إياها من النبي. المبهندم متفاجئ. شو لونها السيارة؟ ما كان سيارتك انا كان واقع على سياره ثانيه مش عم يقبل الواقع لو انا كحليه لون سيارتي ما بعرف ما مبين لون لا ما ماشي عيونك عم تضحكوا مش عم تضحكوا مثل ما هو حتى مدام أديل كانت على البلكون هي في أبلوش على الإزاز وراني ولا بصراحة ما مبين أنا كحلية لو سيارتي طب مش بقى أنا ما خص نوم الضحك وصاري بعمل عند حلا سباق انا خليه ولانا واحد فاهم خليك هربنا تعبك بحبه مش والك خلاص ما فيك تقول بحبه مش خلاص خليك هربنا ولانا السنجرجن خليه يعبرك شو بزوشيست شو وصفك ما وظفني مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن في متلو وظفك؟ لا ما وظفني قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف صاحبته توسط فيه قعدت حد وشرحت له